بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة في هذه اللحظات، انطلاقة شوطنا العاشر، ختامي أشواطي هذا المساء، ختامي أشواطي هذا المهرجان. ينطلق على بركة الله، يندفع هذا الشوط، شوطنا الخاص برجلاع الابكار، حيث تندفع هذه الأسماء وتنطلق هذه الشعارات، انطلاقة أسماء كبيرة، شعارات مميزة باحثة وتبحث عن الفوز وعن الناموس. أتقدم بصدارة الشوط، أول المراكز شعار بن كليب يتقدم على المركز الأول، الدانة 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 عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب على المركز الأول، يقدم لنا الدانة بصدارة الشوط، شعار قدم إبداعات كبيرة، يا سلامي عليك يا بن كليب. المركز الثاني شوف القدوم مزنة، راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي يقدم لنا انطلاقة مزنة على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم من خيرة هزاع بن محمد بن خلفان المزروعي على المركز الثالث، والمركز الرابع وصل شعار بو سلطان، محمد بو سلطان المالكي يتقدم في هذه الأثناء مع طله اللي تقدمت ووصلت بانطلاقية. أيضا أتابع الوصول، أتابع القدوم من هجوم عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوه الاكتبي يتقدم بدوره ويهاجم المراكز الأمامية، ولكن تابع يا من تتابع، وصل أبو محمد ليتقدم بشعاره لينطلق مع غادة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، وصلوا هالسويحان ليتقدم أبو محمد بشعاره الجميل بانطلاقاته الكبيرة، يا سلامي على هذا الشعار. على المركز السادس، المركز السابع وصل في هذه اللحظات راعي عطولي يتقدم بخزامه هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، قادم بانطلاقة شعاره على المركز السابع. المركز الثامن أتابع القدوم، أتابع الوصول، وصلكم بوسعيد، مرحبا بهذا الشعار وانطلاقاته، خيال هي القادمة، خيال هي المنطلقة، محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري وصلوها للطوية ليتقدمون مع هذا الشعار العريق والكبير. أتابع أيضا انطلاقتي هتاشة، هتاشة قادمة، سعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري يتقدم بهتاشة ويهاجم بانطلاقتي شعاري المميز. أيضا الأسماء قادمة، أيضا الشعارات متحركة، المفتية هي القادمة، محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يتحركون ويصلون هل الوثبة، وأبناء عجايب ينطلقون في هذه اللحظات بانطلاقة شعارك يا أبو عبد الله علي بن عبد الله البطين المري، مرحبا بك يا راعي الشامخة، وصيفة الكاس في مساء هذا اليوم، يقدم لنا شعاره أبو عبد الله وينطلق بانطلاقتي وبحضور سيوف علي بن عبد الله الفهيد المري، أسماء كبيرة. شوف القدوم أيضا، الوصول من رسها عبد الهادي بن علي بن سالم الجرب وعي المري، وصلكم بن علي ليتقدم في هذه اللحظات، مبارك يا مبارك بن فهيد بن رملان المري، من يتابع هذا الشعار الإعصار الشرقي قادم بكل قوة. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذا هو الانطلاق والعودة من جديد إلى المراكز الأولى، إلى المراكز الأمامية، إلى بن كليب، إلى بن كليب يتقدم في هذه اللحظات، شعار الرموز، شعار الانطلاقات الكبيرة، ولكن هذا
هذا شعار الكؤوس يتقدم في هذه اللحظات بالرشيد وشعاره بالرشيد وانطلاقاته. مزنة يا مزنة راشد بن سلطان بن علي بالرشيد الاكتمي يتقدم بمزنة. المركز الثاني الدانة وعبد العزيز بن سيف بن كليب. ياهي اسماء ياهي شعارات، ولكن شوف بو محمد يتقدم، بو محمد يصل، عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يتحركون. ابناء سويحان تابع يا بالروضة، تابع هذا الشعار وانطلاقاته الكبيرة يا بالروضة. ايضا القدوم، ايضا الوصول من المفتية محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، ولكن وصلكم بالرملان ليقدم لنا شعار الجربوعي بانطلاقة رسا عبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي المري. ولكن بن عفصان خزامة من الجانب الأيمن تهاجم المراكز الأمامية وهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. وصلكم راعي سيوف علي بن عبد الله البطين المري. بوسعيد محمد بن سعيد بن محمد بن كيلة العامري. خيالي هذا الشعار، ولكن بالرشيد يقول أنا لدي المزيد والمزيد يا بالرشيد. وخيال بالكيل، وخزامة خزامة بن عفسان راعية عوايد راعية إنجازات تنطلق من الجانب الأيمن. الله 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 الله. شوط الختام لمن معك يا بن عفصان يا راعي عطوة. خزامة هادف الهداف يظهر في هذا المساء، يظهر بشعاره بانطلاقة خزامة. خزامة وسلامي عليك يا بن عفصان، سلامي عليك يا هادف، يا بن حمد، يا بن عفصان، يا المنصوري، يا راعي خزامة. من انتزع ناموس الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق تانينا والناموس. هادف بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الثاني. مزنة راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتمي المركز الثالث. سيوف علي بن عبد الله البطين المري المركز الرابع. خيال محمد بن سعيد بن كيلة العامري. والمركز الخامس نجود مبارك بن عبد الله بن سويدان العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا والناموس لك يا بن عفصان، يا هادف، يا بن حمد، يا بن عفصان، يا المري، يا من قدمت لنا خزامة. يا سلام هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. من انتزع ناموس الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق. راعي عطوة حضر في هذا الشوط بانطلاقة خزامة راعية عوايد وراعية انجازات. خزامة توقيتها الزمني لحظات وصولها حتى ان ننتقل بعد ذلك الى التتويج بالرموز. مخرجنا العزيز خزامة وتوقيتها الزمني لحظة وصوله 7:41. 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا راعي خزامة على هذا الفوز. هدف بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الثاني. 7:42. 3 أجزاء من الثانية. مزنة على المركز الثاني. راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتمي على المركز الثاني. حل في هذه اللحظات والمركز الثالث سيوف. 7:45. 8 أجزاء من الثانية. سيوف وعلي بن عبد الله البطين المري حل بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ.